ينضم إلينا الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. أيمن، تتابع هذا الجدل الذي يحصل في كل مرة، كيف يمكن اليوم حماية هذه الخصوصية أو حماية ما نتداوله ربما من صور خاصة عبر هذه التطبيقات، عبر لوائح محدودة لأصدقاء أو ربما لشركاء في العمل؟ ماذا تعني بأن تنتشر هذه المعلومات وتصبح داتا للتسويق؟ هلا روبير، نكون واضحين انه الرسائل النصيه والصور والفيديو هي مشفره، يعني واتساب وعائله فيسبوك ما فيني يشوفوها من وراء التشفير، بس في كثير معلومات عندهم اياها، يعني مثلا بيعرفوا يعني حيالله رقم انت مسير انت حافظه بالتليفون عندك، واتساب بتعرفه، واتساب بتعرف عنا نحن لما نحن مع مين عم نتواصل، بيعرفوا اي ساعه نتواصل، عم نتواصل معهم بعد نص الليل في موضوع اشتياق او لا عم نتواصل معهم بالنهار خلال الدوام، بيعرفوا هول الاشخاص نحن عم نحكي معهم هني مع مين عم يحكوا، هيدي كل المعلومات موجوده بواتساب وعم تتشارك مع عائله فيسبوك، عائله فيسبوك اللي هو التطبيق الازرق وانستغرام وواتساب. وهلا المشكله كمان روبير انه الحل منه سهل، لانه في الواحد يختار اليوم يتوقف عن استعمال الواتساب، بس اصدقائنا عليه وشغلنا عليه وفي مؤسسات ثانيه عليه، فصعب انه الواحد يتخلى اليوم بلحظه عن واتساب. طيب الى اين يمكن ان تذهب هذه المعلومات؟ لم يتم يعني شرح مفصل. عندما يلجأ فيسبوك في السنوات الماضية، تابعنا ربما دعاوى قانونية ضخمة مع حكومات بشأن هذه المعلومات المتداولة أو حتى من يقف وراء هذه المعلومات من جهات تتصل بملفات أمنية ربما بهجمات إرهابية. اليوم الدخول إلى هذه الخصوصية، ألا يكشف الفرد أيضا أمنيا وهذا ما حصل في السابق في تجربة فيسبوك؟ هلا حتى نشوف كيف طرق استعمال هذه المعلومات، يعني مثل بسيط يلي هو اذا عم تستعمل انستغرام وهو بيقترح عليك اصدقاء بيقول لك انه هذا ايمن بتعرفه انت، ليش ما بتزيده صديق على انستغرام؟ هو ايمن ولا مره حكيك على انستغرام ولا مره على فيسبوك، بس انا وياك روبير عم نتواصل بواتساب، فمرق هذه المعلومه لانستغرام ليقترح انا كصديق عليك. هذا مثل صغير من هالامثله. وكمان في الدعايات، كل الدعايات ما هو لانه فيسبوك وانستغرام واتساب بيعرفوني وبيعرفوك بيعرفوا شو بنهتم، فبيعرفوا الدعايات اللي توصل لك غير الدعايات اللي توصل لي، ليكون في مردود اكبر من هذا الموضوع. فكل هيدي التحديثات اللي عم بتصير يلي هي المعلومات الزياده عني وعنك يلي بيقدروا فيه استفاده على الوقت الطويل بالمردود الدعائي. هذه التوعية المتصلة بالخصوصية وبالمعلومات الخاصة والسرية لكل شخص، كيف يمكن أن تؤثر اليوم على فيسبوك بشكل مباشر؟ وماذا عن الأشخاص الذين سيتخلون عن واتساب تحديدا لصالح تطبيقات أخرى وهنالك دعوات عالمية لذلك؟ هلا للأشخاص اللي بيقولوا أنهم بدهم يتخلوا عن واتساب منه كافي، يعني اذا بدهم يطلعوا من عائله فيسبوك، اذا عن جد يعني هم مريرين يطلعوا من هالموضوع يطلعوا من عائله فيسبوك، يعني بده يتركوا واتساب ويتركوا فيسبوك ويكتروا انستغرام، ونخلي الموضوع انه هول ثلاث تطبيقات كلنا بنستعملهم على صعيد يومي، فيتركون كلهم، وين حيروحوا وشو حيعملوا هنيك؟ اشكرك جزيل الشكر الخبير في تقنيه المعلومات ايمن عيتاني، كنت معنا مباشره من دبي. من جديد نشكرك على كل هذه المعلومات والشروحات.